سقطت عقوبات الرابطة ضد لاعبي اتحاد العاصمة كالصاعقة، وسقطت معها أقنعة الحاقدين على هذا الفريق ومسؤوله الأول عبد الحكيم سرارة. فكيف نصف عقوبة حمزة كودري بعامين وهو الضحية والمدافع عن نفسه في وقت ننصف فيه المعتدي محافظ اللقاء الذي ما كان له أن يفعل ما فعل؟ صور واضحة وضوح الشمس التي يريد زبانية زاتشي تغطيتها بغربال اليد الحديدية التي باتت تقسم ظهور أندية على حساب أخرى من أجل تصفية حسابات ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع. كان حضور اتحاد العاصمة يزعج بعض الأشخاص، لا أريد أن أكون سبب في انهيار هذا الفريق الذي ربما أصبح يزعج كثير من الناس، ولكن لن ينالوا من إرادتي ومن عزيمتي، سأبقى دائما في هذا الفريق. فكيف نفسر إذن أن اتحاد العاصمة أصبح أكبر المستهدفين من عدة أطراف مباشرة بعد تعيين عبد الحكيم سرار على رأس المكتب المسير المؤقت، فبعد الحملة الشعواء التي شنتها ضده عدة أطراف هنا وهناك لإزاحته من منصبه الجديد، ها قد بدأ الضرب تحت الحزام وعلى الملأ من قبل حاقدين همهم الوحيد رؤية سرار أرضا بضرب استقرار فريق اتحاد العاصمة الذي أماط اللثام عن التسيير الهاوي لمسؤولي كرتنا وأنديتنا. هذا الفريق العريق الذي يسير بطريقة أكثر من محترفة حتى في أبسط الأمور، وما الموقع الرسمي للفريق على الأنترنت مثلا لخير دليل على ذلك، بما أنه أكثر احترافية من موقع أعلى هيئة كروية في البلاد. عبد الحكيم سرار، هذا الرجل الذي قادم بمشروع يهدف إلى رفع الاتحاد إلى مصاف عمالقة القارة السمراء بحنكته وخبرته في مجال الكرة، بالإضافة إلى مقومات النجاح المتوفرة في ناد كبير كاتحاد العاصمة الذي بات يدفع ثمن طموحاته وأهدافه. عقوبة كودري وابن غيث الثقيلة والمجحفة، وقبلها تهمة الرشوة التي اتهم بها الفريق زورا، وعدم تأهيل ملعب بولوغين للمنافسة الإفريقية عشية مباراة بلاتو يونايتد، ضربات متتالية ستزيد دون شك من لحمة الإدارة واللاعبين والأنصار لإبقاء هذا الفريق راسخا وواقفا في وجه أعتى الرياح التي ستهدأ يوما بشروق شمس التتويجات والألقاب.